شددت وزارة الإسكان على ضرورة التزام الشركات المنفذة لأعمال مشروع مبادرة الرئيس سكن لكل المصريين بمدينة حدائق العاصمة بالجدول الزمني والمواصفات والجودة في التنفيذ، وأيضا سرعة الانتهاء من الأعمال لتسليم الوحدات للحاجزين في أسرع وقت. وأكدت الوزارة أنه جاري تنفيذ 29,496 وحدة سكنية بقيمة استثمارية تبلغ 11 مليار و900 مليون جنيه ضمن المبادرة بحدائق العاصمة.